إلى فقرة الأخبار المنوعة مع زميلة هاجر عبد الله. مساء الخير هاجر. مساء الخير. شكرا هبة وعبد العزيز. أهلا بكم مشاهدينا. بعد حفل تنصيبهما تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس هدايا من عدد من قادة الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين وفق تقليد قديم. وأهدى السيناتور الجمهوري روي بلانت لبايدن لوحة لرسام أمريكي من أصل أفريقي روبرت إس دينكانسون الذي عاش خلال فترة الحرب الأهلية. أما السيناتورة الديمقراطية أمي كلوبوشار فقد أهدت بايدن وهاريس مزهريات كريستال. وقدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل للرئيس ونائبته أعلاما من أمريكية من حفل التنصيب. دخلت أماندا غورمان ذات 22 عاماً التاريخ باعتبارها أصغر شاعرة تشارك في احتفال تنصيب رئيس أمريكي. وتمحورت قصيدة غورمان The Hill We Climb التي حظيت بإشادة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الوحدة وفصل جديد من أمريكا. وقالت غورمان إلى القصيدة أو في القصيدة القصيرة أن تكون أمريكيا ليس مجرد فخر ترثه بل أكثر من ذلك ماضينا الذي نعود إليه لنصلحه لن نعود إلى ما كان بل نمضي قدما إلى ما ينبغي أن يكون بلد يعاني جروحا لكنه متكامل. كشفت زوجة الفنان السعودي خالد سامي عايدة العتيبي عن مستجدات حالة زوجها الصحية بعد أخذ خزعة من النخاع. قالت زوجة الفنان السعودي في تغريدة لها على تويتر: الجديد في حالة خالد بعد إجراء الرنين المغناطيسي أظهرت النتائج وجود 3 جلطات صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، وهذه النتائج ليست سببا في الغيبوبة الغير واضحة. ويذكر أن حالة الفنان تدهورت إثر إصابته بضيق في التنفس أدخل على إثره للعناية المركزة. تمكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي من انتزاع لقب ظل لسنوات عديدة تحت اسم النمساوي التشيكي جوزيف بيكان حامل لقب أفضل هداف بتاريخ كرة القدم على الإطلاق. ورفع رونالدو رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية بعدما أحرز مؤخرا هدفا في مباراة فريقه يوفنتوس ضد نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي، ليصبح بذلك أفضل هداف في تاريخ كرة القدم متجاوزا بفارق هدف جوزيف بيكان الذي سجل 759 هدفا في مسيرته. كان هذا كل ما لدي الليلة مشاهدينا، إلى الزملاء للختام. شكرا لك يا هاجر. ونهاية النشرة مشاهدينا لهذه الليلة مني عبد العزيز الفضلي، هبة حيدري، وهاجر عبد الله، وكافة فريق نشرة التاسعة، كل التحايا. في أمان الله. في أمان الله.